انكم حبيتوا السندوتشات البارده، قلت اليوم راح اصلح معاكم برضو ساندوتش بارد مره لذيذ جدا جدا لذيذ، طعمه مختلف اكيد عن الساندوتش اللي حضرته من قبل، بس انه طعمه لذيذ. اسلقي الدجاج وفتتي، هذا صدر واحد، ماني مسويه كميه كبيره اليوم. وتعالوا نحضر المكونات مع بعض. عندي فليفله حمراء وخضراء، ملفوف قطعيه ناعم اخضر بنفسجي اللي ودك، بس البنفسجي بيعطي لون حلو. مخلل حلو او مخلل عادي براحتك، بستخدم المخلل حلو لان عيالي يحبونه. هالبينو ما تبين حار احذفيه. جبن كاسات، مايونيز، سيراتشا، حطي قد الكميه اللي تحبين حرارتها. ما تبينه ممكن تضيفين البفلو، برضو بيعطي طعم مره حلو البفلو اللي ما يكون حار، بيعطي طعم مره خرافي مع هذا الساندويتش. توست بستخدم ابيض واسمر، بس عادي تستخدمين نوع واحد بس عشان الالوان. هذا البفلو اللي ما هو حار، حرارته جدا بسيطه، مره حلو ولذيذ. اذا ما تبون السيراتشا استخدموا البفلو. تقدرين تضيفين لها، طبعا راح نضيف لها جبن، تقدرين تضيفين لها خس، تقدرين تضيفين لها التركي. انا راح اضيف لها تركي لان عيالي يحبونها بالتركي، ما تحبونه لا تضيفونه. فتعالوا نحضر الوصفه مع بعض. شايف البارده مره حلوه وتفك لك ازمه، وتنفع حتى تسوينها لعيالك في اللانش بوكس. هنا عندي فليفله حمراء وفليفله خضراء، الملفوف اخضر او بنفسجي براحتك، سويت ريليش او المخلل، هلبينو ما تبينه حار لا تكثرين، فبحط انا بس شوي عشان ابونا، الملح والفلفل الاسود ما ننسى، طيحت المملحة. عندنا هنا جبن كاسات، ضعف جبن الكاسات، بتحطين مايونيز عشان ما يفشلنا المايونيز، تمام. حطي واحد منهم، يا السيراتشا اذا تبينه حار، يا الوينكس اللي ما هو حار، لان ترى الاجنحه حق الاجنحه في بعضها حار وبعضها مو حار، فشوفي ايش اللي ودك. بحط شوي سيراتشا وبحط شوي وينكس لاني احب طعم البفلو صراحه، فبحط شوي 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 يعني قد السيراتشا، شيء بسيط بس. واخلطي المكونات مع بعض، اخلطي كل هذه المكونات مع بعض، خلي الساندوتش حقك يمتزج وتلذذي. هذا الساندوتش جدا جدا لذيذ لذيذ، لما اقول لكم لذيذ يعني لذيذ، وانتو الحكم مو انا. كذا راح يكون شكله وكذا راح يكون قوامه. اضافة التركي اختياري، ممكن تكتفين فقط بالدجاج مع الجبن طبعا اذا حابة تضيفين خس. على التوست راح بحط توست جهة ابيض وجهة اسمر، وهذا شيء اختياري راجع لك. بنحط طبقة حلوة من الدجاج، تقدرون تسوونه نفس الكلاب ساندويتش، يعني يكون طبقات، طبقة دجاج والطبقة الثانية فيها المرتديلا والبيض اذا انتم حابين، بس انا لا ابيها تكون خفيفة عشانها على الفطور، يعني ما ودي اثقلها بالبيض. لكن لو بصلحها مثلا في ساندويتشات عشاء، فترة عشاء، ممكن اسويها بشكل الكلاب. خلونا ان شاء الله اذا جاء الفطور صلحناها عشاء بالكلاب. يا جماعة قررت اني ما احط تركي، ذكرت ابونا مو مرة مع التركي، هذا المشكلة، في ناس تاكل ناس ما تاكل، فاذا جينا نصلح عشاء بعدين حطينا تركي. خليني الحين بحط عليه شريحة جبن، اي نوع من انواع الجبن اللي تفضلونها، ونقفله بهذه ونبدأ عاد نقطعه، بكمله كله وبعدين اقطعه. الان بعد ما خلصت كل المجموعة حقتي راح ابدأ واقطعها، تبونها ثنتين تبونها أربعة براحتكم، يعني ما شاء الله تبارك الله كمية الكمية اللي سوت لي إياها الصدر سوى لي إياها تقريبا ستة ساندويتش، يعني لو بتسوينها أرباع ستة، إي ستة لو تسوينها أرباع شوفي كم بيطلع لك 24 قطعة. شوفوا هذا منظره، شوفوا إذا حابين تقطعونه زيادة. هنا قطعتهم إلى أرباع بهذا الشكل وبس، نخلصهم ونرتبهم. شايفين ما شاء الله تبارك الله، متخيلين ان هذه الكمية كلها من صدر دجاجة واحد، يعني كمية اقتصادية، وتقدرون تحتفظون فيها بالثلاجة، تاكلون منها اليوم وتاكلون منها بكرة، هذا اذا بقى شيء منها حق بكرة اصلا. ما شاء الله مرة شهية ولذيذة.